بالنسبة لقائمة المغادرين بدأت تتضح بعد فسخ مسجد الموسراتي. مش نسألك عن زوز ملاعبي اللي هما زياد الدربيلي واللاعب فامي بالرمضان. لا شوف ايش نقول لك، قائمة المغادرين فيها بالحق معناتها لاعبين باش يغادروا، لكن احنا تو باش ندخلوا نيغوسياسيون معاهم. تعرف انت الريزيلياسيون معناتها لازم فيها مفاوضات، احنا باش نتفاوضوا مع الملاعبين هذوما. كان لقينا معناتها ارضيه تفاهم ما كانش يجموا يوصلوا معنا الموسم، ولو انه معناتها تو حسم حقلي لانه زيد الدربالي معناتها مورالمون ما هوش قادر باش يوصل، لكن مازال ما تحددتش معاه. اليوم كملنا اللقاء نتاعنا باش تكون ابارتير من نهار الاثنين جلسه عمل. الليله عندي جلسه عمل مع وكلاء اللاعبين الاجانب، والجمعه القادمه ان شاء الله باش تكون جلسه عمل مع جميع اللاعبين معناتها ولا وكلاء نتاعهم للنظر في مستقبلهم مع النادي الشخصي.